أنا عندي فلوس ويخاف عليها لا يخبيها بالكنتور ولا بالكوميدي ولا بأي درج مكشوف، وحذاري ثم حذاري اتأمن عليها بالبيت. نصيحة لوجه الله. حكاية جديدة وخطيرة من العاصمة بغداد، بطلها عراقي، هو ليس مراهق أو شاب بل هو في مقتبل العمر، متوسط العمر. التقطته عدسات الكاميرا وهو يحيك لجريمة ولعبة فاسدة، فيراقب من بعيد ويطرق الأبواب على الدور السكنية ليكتشف أي منها فارغة، تمهيدا لتنفيذ مهمته وإتماما لعملية السرقة. وهذا ما فعله بالضبط. مكافحة إجرام بغداد ماذا فعلت لهذا الشاب الذي يسرق تلك المنازل بعد أن يتأكد من خلوها من أصحابها؟ لنتابع. طبيت الكرادة، جيت على البيت دقيت الباب بالكرادة، وين بازي خانة بقلام بظهره، دقيت الباب مرتين ثلاثة ماك أحد، رحت ورجعت ورا نص ساعة هم دقيت ماك أحد، خذت يومين شيكت البيت انه ما بي احد، رجعت دقيت الباب هم ماك احد، يوم خميس دقيت ماك احد، فتحت من جوا تسرق الباب، دفعته الباب طلع ما مقفول يعني بس سرق، جيت لقيت الشباك مفتوح شبر تقريبا، دقيت الباب هم من جوا الخشب ماك احد، خليت دفعت الشباك سلايت هو طبيت جوا اخرت البرده وطبيت جوا، افترض بغرف ماك احد، تاكدت هنا تاكدت ماك احد، اخذت 30 ورقه و500 عراقي وتراشي زوج ومحبس وحلقه. وين لقيتهم؟ بالغرفه الفوق ما نوم، بالغرفه ما نوم، اخذتهم نزلت سديت الشباك طلعت من باب الباب الكيدور طلعت سديت الباب وراي ورحت. انت الاغراض اللي بقيتهم شلون لقيتهم؟ قاصب كنتور؟ لا بالكنتور، فتحت الكنتور اكو جراره بالكنتور سحبتها لقيت الفلوس هم بالكراده مسافه. وين بالتحديد؟ هو نفس الشارع مال ابو قلام بس مسافه يعني ورا شي خمسه فروع هيجي شارع العريض. هم دقيت الباب ماك احد، اخذت لي اربع ايام خمسه رجعت الباب رفعت السرقي ودخلت دورت بالكنتور لقيت ساعات خذت بالكنتور هنا بعلبة ماركة رولكس رولكس وحلقات اثنين فضة خذتهن ما لقيت شيء لا فلوس ولا هاي سديت الكنتور دورت لقيت بالكومودي. ايش لقيت بالكومودي؟ لقيت ذهب. شنو الذهب؟ ذهب ثلاث اول مره تراشي زوجين ومحابس اثنين وحلقتين كله حلقة واحدة وزناجيل أربعة بس ثقال وسوارات تقريبا هم ثلاثة إلى أربعة وتراشي هم يعني نوعات لميت كلين لأن لقيت بصندوق صغير لميت خليت الشيز وطلعت. ساعات رولكس فاخرة ورزمة من الدولارات بالإضافة إلى مصبوغات ذهبية وفضة حصيلة عمليتي سرقة نفذها هذا اللص بمنطقة الكرادة بعد أن اقتحم منزلين كانا خاليين تماما من أصحابه. هذا ما وفر له فرصة أو سنحت له الفرصة أيضا ليفتش ويسرق ويأخذ ما تبقى من أموال في تلك المنازل. بالتأكيد المتهم الآن في قبضة مكافحة إجرام بغداد لينال جزاءه العادل وفقا للقانون أو قانون العقوبات العراقي. هناك تعليقات كثيرة وردت حول عملية السرقة هذه التي قام بها هذا الشاب. سننتقل مباشرة إلى التعليقات، نبدأ من تعليق ماريا عماد. تقول ماريا في تعليقها: الواضح أكو اتفاق بأحد أصحاب الدار، يعني شلون يطلعون ويخلون الباب مفتوح وهم عندهم ذهب وورق، إحنا بيتنا يغني بيه داخل حسن وخضير ابو عزيز وكلنا بالبيت واذا نمنا نقفله قفلين. تعليق من اسامه، يقول اسامه الجميلي: والله مترهي العينتين وعنده خلق يروح ويرجع حتى يتاكد ماكو احد بالبيت، وشلون يعرف البيوت ما بيها احد التعيين لو يراقبهم؟ مو معقوله وحده، اكيد اكو من ساعده، وشيل اهم الباب السلايد الخارجي ينفتح بسهوله بس يرفع السرقي من جوه ويطب، لازم الواحد ينتبه.
تعليق من أبو زيوني يقول: أبو زيوني الزيداوي دخذ راحتك بالسجن بالعافية، ما تقول ليش كبرك بعد تصير هسه لو مراهق نقول يتوب ومن يطلع من السجن، بس أنت كبير شو موازيك؟ شغل موجود مع الأسف، وبارك الله بجهودكم العيون الساهرة. تعليق من أحمد يقول: السرقة سببها البطالة والفقر، وذني سببها الحكومة نفسها. الحمد لله على نعمة العقل، أحسنتم وزارة الداخلية، أنتم جزء من المجتمع، استمروا في توعية وتثقيف المجتمع. اللهم احفظ العراق وأهله.